مبروك، بنشرب في صحة نجاحنا يا بنات. واو بجد بسم الله ما شاء الله بنات، من بوقك لباب السماء ما كانش يتعز والله. بجد احنا نجحنا؟ طب احلف. بجد يا سهواكة انا مبسوط جدا النهارده، انا سعيد جدا لدرجة ان انا عايز ابوسكم. تبوسنا؟ لا مالناش في البوس، احنا لنا في الفلوس. ايدك يا حبيبي الماني. احنا اتحول لحسابنا من نص ساعة 580,000 جنيه. واو الله هو اكبر، بلاش تكلف في الموضوع ده كتير، حكم الحاجات دي بتتنزل. ايه ده يا دودو؟ معقوله؟ انا مش قادره اصدق. الله هو اكبر. لا تصدقي التكنولوجيا ما سابتش حاجه. طبعا ربنا يخلي الصين. بس انا عاوز اوضح معلومه بسيطه كده. انتوا ليكوا بس من الحساب ده 80,000 جنيه. ايه ده؟ انت مش نصاب وبس، ده انت كده تبقى حرامي. لا الزامي حدودك يا دوائي. الزم حدودي ده ايه؟ انت خليت لي حدود. استني يا دودو، في ايه يا مستر؟ كده مش اسم تعادل، هي تاخد 40,000 وانا اخد 40,000 وانت تلها في النص مليون، ليه بقى ان شاء الله؟ احمدوا ربنا، انتوا المفروض ما تاخدوش حاجه خالص. ليه يا الدلعه دي؟ بنشتغل لله وللوطن. ايه انا سفقناكوا؟ بقولك انتوا هي ما تخشوش عليها الدخله بتاعتكوا دي، احنا شباب خلاص، جسمنا نحس من الاسفلت زمان. ولا مش الشاب اللي بيقول صباح الفل ياما فطريني، مساء الفل ياما صرفيني. لا يا الدلعه دي، ده اللي كنت بجرى وطلعت لبره. جرى ايه؟ مالك؟ محدش عارف يلمك ليه؟ وايه يا الدلعه دي؟ ايه الرتح بتاعك ده؟ استني بس يا دودو، مستر انت ايه اللي جرالك؟ ايه حكايه حواله وظروفيني ونططيني وقلوظيني؟ ايه ده؟ انت ايه اتعديت؟ جرايه يا بنت بارنديل، انت بتلاقي حالات انت كمان ولا ايه؟ القعده مش ناقصاكي. طب مستر بليز بحبحها شويه. ما بحبحهاش. المستر لما يقول ارقام ما يرجعش فيها التاني ابدا. يخرب بيت بخل اهلك، ده انت كده عامل زي ابو لاه. معجزه جزمه ولقت اختها. مين معجزه ده؟ واحد كده ما يتخيرش عنك يا مستر. واطي، حرامي، ضلالي، نصاب. الله عليه الله عليه، يا سلام، انا كده بعترض. تعترض ده ايه يا روح ماما؟ هو انت في ماتش؟ ده انت ناس طلع لنا الكارت الاحمر. اتفضلوا اطلعوا بره. بره بره ده ايه يا دلعه دي؟ بقول لك ايه، ده انا وليا واكله بتنجان وعندي جنان، انا ممكن انط في كاسك اطلعه في ايدي. فلوسنا الاول.